السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أرحب بكم من جديد في تكملة محطات القدرة الكهربائية. وموضوعنا هو ستيم جنريتر البويلر. مثل ما تعرفون أنه البويلر هو أحد الأجزاء الرئيسية في المحطات البخارية اللي عادة يتم بها إنتاج الطاقة الكهربائية. البويلر من اسمه، وإحنا أعتقد مرينا به في الأجزاء الرئيسية للستيم توربين، هو الجهاز اللي يتم به عملية إنتاج البخار المراد استخدامه في تحريك التوربين، لأن هذا البخار راح يجي بضغط عالي وبزخم عالي، راح ممكن يفر لنا الريش التوربينية وبالتالي إنتاج الطاقة الكهربائية. على العموم، الستيم جنريتر طبعا في محاضراتنا هي بها قسم من شرح بالعربي وقسم بالإنجليزي. المهم، البويلر is the equipment in which the fuel is burned and the chemical energy released is used and used to produce steam at the desired temperature and pressure. اللي هو الجهاز اللي بيتم عملية تسخين الماء وتحويله إلى بخار، وهذه الحرارة أو عملية التسخين هي ناتجة عن الكيميكال انرجي اللي هي ريليز، يعني اللي تتحرر من احتراق الوقود داخل التورباين. فإذا هو مكان اللي يتم به حرق الوقود، وبالتالي هذه الحرارة راح نستخدمها في تسخين الماء وتحويله إلى بخار. هذا بشكل يعني ملخص. Many fossil and non-fossil fuels are fired in boiler, but the most common type of fuel include coal, oil, and natural gas. هنالك عدة أنواع للوقود ممكن استخدامه في البويلرات، اللي هو أما يكون أحفوري أو غير أحفوري، اللي هو مثل النفط ومشتقاته. عادة في بعض المشاريع، في بعض المحطات يستخدمون الفحم إنتاج الحرارة، أو يستخدمون الأويل أو الناتشرال غاز، الغاز الطبيعي في عملية الحرق. هذا هسه حاليا بالصورة فد نموذج على بويلر. طبعا هذا موجود، البويلر نموذج من عنده موجود في قسم الهندسة الميكانيكية، وأعتقد شايفينه، اللي هو يتكون من البيرنر النار الحارق، وهنا يتم إشعال الوقود اللي هو ممكن يكون غاز طبيعي أو نفط. في مختبرنا مستخدمين النفط الأبيض لإنتاج الحرارة الحرق، ومن عملية الحرق يتم تسخين الأنابيب اللي تحتوي على الماء وبالتالي تحويلها إلى بخار. هنالك متطلبات رئيسية من البويلر، وعادة البويلر الكفو ممكن وصفه بالآتي: The boiler should be capable to generate steam at the required quality, pressure and temperature. أكيد إحنا من نستخدم البويلر نريد أنه ينتج كمية البخار عند ضغط معين وعند درجة حرارة معينة بأسرع وقت ممكن. And the quantity as quickly as possible with minimum fuel consumption. أكيد يعني مع أقل قيمة، مع أقل كمية لحرق الوقود. الميزة الثانية اللي يجب أن تتوفر في البويلر، اللي هي the initial installation, maintenance and operational cost should be as low as possible. يجب أن تكون الكلفة الأولية وعملية تنصيب البويلر وصيانته وتشغيله يجب أن ما تتطلب تكلفة عالية من المجهز. The boiler should be light in weight and should occupy small floor area. طبعا اكيد يفضلون انه البويلر يكون صغير الحجم قدر الامكان، وايضا يشغل مساحة اقل، وبالتالي طبعا اكيد انت من تخلي البويلر light in weight and small in volume ما راح يتطلب مساحة بالأرض، ولا راح يتطلب معادن كثيرة، وبالتالي تكلفته راح تكون أقل. The boiler should be capable to burn more than one type of fuel. يجب أنه يكون البويلر
يعني بي فلكسبيليتي، بمرونة، أنه ممكن تستخدم له أكثر من نوع من الوقود. عادة برنرات أو يعني الجزء اللي يتم به الحرق الوقود اللي هو البرنر أو المكان اللي هذا هو هنا التفصيلة المهمة يعني في البويلر. لكن كل دولة ممكن يعني تستورد أو تستخدم نموذج أو نوع خاص من البرنرات بما يتناسب مع إمكانية الدولة أو بما شنو المتوفر عندهم. فمثلا عندنا بالعراق أنه يكون النفط متوفر، الغاز متوفر، الديزل متوفر، فأكيد من راح يصنعون بويلر أو يستخدمون بويلر أكيد راح يستخدمون هذه الأصناف اللي تتناسب مع أنواع الوقود المتوفرة في العراق. هنالك أيضا كلاسيفيكيشن، تصنيف، ممكن نصنف الستيم جنريتر أو البويلرات كالآتي. أكو أحيانا يصنفوها according to application stationary or mobile، صنفونها أنه ممكن تكون ثابتة يعني نستخدمها في الموقع بشكل ثابت وتثبت، أو ممكن نستخدمها بشكل مؤقت في هذا المكان بعدين ننقلها إلى مكان آخر. فأكيد طبعا راح تكون بها مزايا تختلف عن الأخرى. According to type of operation، طبعا هذه أكيد هي البويلرات إن هواية أنواع، يعني اعتمادا على طريقة تسخين الماء وتحويله إلى بخار، حجمه، المواصفات الخاصة اللي به، فأكيد راح يكون هنالك تصنيف لهم حسب طريقة التسخين. وهذا من الاستخدامات الشائعة اللي هي الكتل بويلر، اللي هو بالضبط يشبه الكتلي اللي نسخن به الماء، لكن هذا طبعا يحول لنا يسوي لنا الماء إلى بخار، بينما الكتل اللي عندنا بالبيت ممكن يحول لنا فقط ماء ساخن لأنه مثبتين درجة حرارة الحرارة النهائية، يعني راح يفصل. إذا ما فصل هذا الكتل اللي عندنا بالبيت راح يشوف الماء يتبخر ويخلص. فالكتل بويلر اللي هو عادة يستخدمون كويل كهربائي لتوليد الحرارة، أو ممكن أيضا استخدام حرارة خارجية كأنه شلون القدر مال الماء أو الكيتلي مال البيت تخلي على طباخ النار تحته، ممكن تنتقل هذه الحرارة إلى الماء داخل الكتل داخل الحجم أو البويلر، فراح ممكن يسخن ويتحول إلى بخار. النوع الثاني اللي هو الفاير تيوب، اللي هو الحرارة راح تنتقل داخل تيوب مثل ما راح نشرحها في المحاضرة. أيضا أكو ووتر تيوب، الماء هو اللي يكون داخل تيوب، أو الهيت ريكوفري بويلر، أنه نستخدم مصدر حراري آخر اللي هو يجي عادة عن طريق مائع، سواء كان يكون غاز أو سائل حار ممكن نستخدمه في عملية تسخين الماء، وهذا أيضا راح نطلع عليه في بقية المحاضرة. أيضا هنالك تصنيف according to its used، حسب استخدامه. أكون استخدمه ما فقط للهيتينج، فقط للتسخين، يعني ما نسوي بخار، أو ممكن نسوي power generation or process requirement، طبعا حسب الاستخدام ممكن نصنفه، يعني حسب درجات الحرارة اللي نريدها، حسب نوع الماء أو البخار اللي راح يطلع من البويلر. فطبعا اكو بويلرات ممكن تنطيك بخار مشبع، ممكن تنطيك اكو بخار سوبر هيتد محمص، ممكن يعطيك ماء ساخن فقط الى اخره. فهذا ايضا صنفون هذه البويلرات حسب استخدامها. بويلر ار كلاسيفايد باي ذير هيت سورسز، ايضا احيانا نقول لك هذا البويلر يستخدم للفحم، او هذا البويلر يستخدم للغاز، او هذا البويلر يستخدم للديزل، فإذا أو هذا البويلر كهربائي، فحسب المصدر الحراري اللي يستخدم هذا البويلر. فهذه بصورة عامة البويلرات الموجودة. لكن البويلرات اللي إحنا في تماس معها في إنتاج الطاقة الكهربائية أو بالمحطات البخارية، اللي هو هذه الأنواع اللي ممكن نشوفوها. طبعا أكو تصنيف أو أكو واحد من الأنواع اللي هو شائع اللي استخدام، اللي هو هذا يسمونه ووتر تيوب بويلر. نجي إلى التصنيف بويلر، طبعا هذه باي شنو according to of according to type of operation، اللي هو نعمنا الكتل، شيل تايب، فاير تيوب بويلر، ووتر تيوب بويلر، وهيت ريكفري بويلر.
هسه حاليا راح نتطرق لهم واحدة واحدة ونشوف شنو الفروقات بيناتهم. نجي إلى النوع اللي هو شيل تايب بويلر اللي هو كتل بويلر. بالضبط هو يشبه الكتلي اللي هو نقول عنه بالعراقي الكتلي، يشبه عمله اللي هو عبارة عن خزان من عادة من الحديد، يتم تسخينه عن طريق مصدر حراري كأن يكون غاز هنا مثل الشعلة الحرارية أو الشعلة النارية. ممكن يسخن هذا الكتل ويسخن الماي، والماي يبدي يتبخر ويتحول إلى بخار. ممكن أيضا يكون هنالك المصدر الحراري هو كويل كهربائي تقريبا يشبه الجيزر اللي بالبيت أو البويلر اللي بالبيت اللي نستخدمه، اللي نستخدم بملف كهربائي هيتر يعني الكتريكال هيتر، أيضا كمصدر حراري يولد لنا هذه الطاقة. شوف شنو قلنا كاتبين عنه في المحاضرة. In this type the closed tube or drum contains the water inside، يحتوي على الماء داخله. The shell is attached with source of heating such as electrical heater، هذا على سبيل المثال. Its efficiency and ability to generate the steam are low، هو طبعا قابليته بإنتاج البخار تكون قليلة مو مثل بقية الأنواع. It is usually used for simple application as lab، طبعا نستخدمه في تطبيقات صغيرة مو بويلرات كبيرة مثل محطات البخارية مثل النجيبية أو الهارت أو غيرها. The electrical boiler is one of this type. نجي إلى التطبيق الثاني اللي هو fire tubes boiler، اللي هو تقريبا هنا هذا الشكل يوضح الآلية مالته. هو عبارة عن خزان اعتيادي يحتوي على ماء، وداخل هذا الخزان اكو انابيب. هذه الانابيب راح تمر بها غازات حاره. هذه الغازات الحاره من جيبه من مصدر حراري اللي هنا. شوف غرفه الاحتراق، هنا عندي فاير بوكس، وهنا عندي بيرنر يعني فتشعله مصدر حراري يعمل عاده على الغاز او على الوقود على النفط. فهذه الشعله الحراريه راح تولد غازات ساخنه جدا. هذه الغازات نمررها داخل هذه الانابيب، وايضا راح تفتر نزيد المساحه السطحيه والا انه تطلع هذه الغازات من المدخنه. فالغازات تكون ساخنه اكيد راح تسخن الانابيب، وهذه الانابيب راح بدورها تسخن الماء اللي موجود في الخزان، وبالتالي راح تتم عمليه تبخير للماء. شنو الغايه من هذه الانابيب؟ انه مسافتها طويله، الغايه انه نزيد المساحه السطحيه حتى تتم عمليه انتقال الحراره بشكل ممتاز. To avoid the need for thick outer shell, fire tube boiler are used for lower pressure application. طبعا هنا بما انه راح يتم امرار الغازات داخل هذه الانابيب، طبعا الماء راح يسخن وراح يكون راح يتحول الى بخار، وبالتالي الضغط راح يزداد. طبعا بما انه الضغط راح يزداد، لازم الضغط اللي يحتوي هذا الماء او العفو الكونتينر او الخزان اللي يحتوي هذا الماء اللي بداخله غاز بضغط عالي جدا. فمعناها هذه الماتيريال، بمعناها هذه الماتيريال اللي نحتاجها لهذا الخزان يجب ان تكون سميكه حتى تتحمل هذا الضغط الداخلي داخل الخزان. فاذا كانت تطبيقاتنا بضغط عالي فمعناها الماتيريال معناها حديد راح نحتاج كلش هواي حتى ممكن نضمن انه هذا الخزان يتحمل. فلذلك هذا النوع من التطبيق، هذا النوع من البويلرات يستخدم في تطبيقات اللي تكون بها الضغط قليل، يعني ما يفضل استخدامها في التطبيقات اللي يكون بها الضغط عالي. ليش؟ لأنه إذا استخدمناها في تطبيقات الضغط العالي معناه راح الخزان يكون سميك، وبالتالي حديده هو راح يصير وثقيل وكلفة مالته عالية، فما راح يكون اقتصادي ولا راح يكون عملي في الصيانة أو في التنصيب وإلى آخره. Most modern fire tube boilers have cylindrical outer shell with a small round combustion chamber located inside the bottom of the shell. عادة تكون المقطع دائري للشيل لهذا التوربين. Well, because the design of the fire tube boiler is simple, they are easy to construct in a shop and can be shipped fully assembled as a package unit. بما أنه هذه المنظومة تكون بسيطة عبارة عن أنابيب تفتر داخل الخزان وتطلع، فتكون عادة يعني عملية صنعها تكون بسيطة، وبالتالي
وبما أنه أيضا استخداماته لتطبيقات أقل راح يكون حجمها صغير، فعادة يتم صنعها كباكج واحد يعني كقطعة واحدة ويصدرونها. ويعني قصدي من نشتريها راح نشتريها كاملة، فقط نحتاج إلى تركيبها بالأنابيب الرئيسية. Fire tube boiler typically have a lower initial cost and are easier to operate, but they are limited generally to capacities of 25 tons per hour and pressure of 17.5 kilogram per centimeter تربيع. طبعا هنا يقول انه عادة الانيشال كوست مالتها رخيصة، ليش؟ لانه طبعا نستخدمها لتطبيقات اقل، لانه الحديد اللي مستخدمه ما مستخدمينه انه سميك جدا ليتحمل الضغوط اللي هي ممكن انه تصير داخل البويلر. بما انه تطبيقات اقل، تصميمه بسيط، بالتالي راح تكون كلفة قليلة. لكن طبعا اكو محددات مثل الحجم، هنا عندي حجم ال 25 طنز بير اور اللي هو حجم الستيم بالساعة، وكذلك الضغط اللي راح ممكن نوصل به داخل هذا البويلر.